طيب معايا معالي وزير الدولة المحترم والمجتهد والخلوق المهندس خالد عبد العزيز. باشمهندس محمد، معالي الوزير انا بحييك. شكرك يا محمد، بجد يعني تحفة معمارية استاد اسوان. مبدئيا حضور جماهيري ولا اروع، حضور الاجانب يا معالي الوزير، حضور الاجانب يا معالي الوزير وسط المصريين اعتقد عمل شكل واداء ولا اروع. والله فعلا يعني النهارده يوم انا شايفه يوم مهم جدا في الكرة المصرية. افتتاح استاد كبير جدا في يعني محافظه يعني كلنا لينا عندها ذكريات جميله وليها مكان في قلبنا محافظه اسوان. بهني سياده اللواء اركان حرب مصطفى يسري طبعا محافظ اسوان على المكان الجميل وعلى الاستضافه الطيبه للمنتخب طوال فتره المعسكر بتاعه. لكن اهم حاجه زي ما انت بتقول يا محمد، الاستاد الحقيقه معمول بشكل معماري جيد جدا، رائع جدا، في بهجه كبيره قوي للشباب. الحاجه الثانيه الحقيقه ارض الملعب متميزه، المباراه كانت طيبه جدا، الجمهور المتواجد كان فعلا كان وحشنا نتفرج على مباريات بجماهير شجعها المنتخب ال 90 دقيقه. اكيد الحياه مختلفه في المباريات بجماهير، من غير جماهير بتبقى المباريات صامته جدا وما لهاش اي معنى. حضور الاجانب فالنهارده الحقيقه يعني فيها رساله سياحيه مع رياضيه مع حضور فنانين زي الفنان محمد منير ومحمد حلو، فيها برضه بعد ثقافي طبعا. الحقيقه يعني الليله كلها نجحت الحمد لله، ونتمنى ان احنا نبدا من النهارده نبني على هذا النجاح ان شاء الله. مع الوزير يعني ده ادانا فاكر لو تفتكر حضرتك نسمات 2006 كنت احد القائمين على نجاح 2006، يعني بيفكرك ده بالزمن الجميل ولا لا؟ بيفكرني فعلا بالزمن الجميل، وانا شفت النهارده ناس والبنات بتاعه النوبه الجميله رسمه علام مصر على وشها وشايلين علام مصر ولابسين البراميد بتاعه علام مصر. الحقيقه كان في بعض الاشكال من 2006، اتمنى ان شاء الله ان احنا نستمر على هذا النجاح، ونتمنى ان شاء الله مباراه تونس خلاص فاضل لها 10 ايام هتلاقي طيب. 10 سبتمبر ان شاء الله، ونتمنى باذن الله انه يتم الاتفاق مع وزير الداخليه ان في جمهور مصر يحضر هذه المباراه لانها مهمه جدا. مع الوزير حضرتك اللي قلت مع الوزير مباراه تونس والسنغال فيها حضور جماهير ان شاء الله؟ السنغال دي لسه بره مصر الحقيقه، المباراه الجايه لا اللي بعد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نبني على النجاح اللي اتحقق النهارده، وان شاء الله باذن الله يتم الاتفاق مع السيد وزير الداخليه لحضور جماهير في المباريات القادمه ان شاء الله. مع الوزير سؤال اخير عشان وقت حضرتك، في جلسه بين حضرتك كوزير الدوله للشباب والرياضه والسيد محمد ابراهيم وزير الداخليه والمستشار مرتضى منصور رئيس لجنه الانديه؟ في يا فندم جلسه ان شاء الله، وهيكون في حاضر معانا برضو السيد الاستاذ جمال علام أكيد رئيس اتحاد مصر لكره القدم. بنشوف الظروف، الموسم ايه، خلاص فاضل له اسبوعين ويمكن اقل على البدايه، هنشوف الظروف ايه وان شاء الله يتم الاتفاق على بدايه حضور الجماهير مع بدايه الموسم ان شاء الله. مبروك عليك الجماهير ومبروك عليك استاد اسوان يا معالي الوزير. شكرا جدا يا محمد، اشكرك معاك. شكرا الوزير المحترم خالد عبد العزيز وزير الدوله للشباب والرياضه. هطلع فاصل واستقبل اثنين من ضيوفي الكبار والاصدقاء الاعزاء كابتن احمد بلال وكابتن وائل الاباني للحديث حول الرؤيه الفنيه لمباراه مصر وكينيا قبل اللقاء الهام او قبل اللقاءين الهامين اللي هو مباراه السنغال ومباراه تونس.